السلام عليكم يا شباب، رجعت لكم فيديو جديد على قناتي قناة عبد الله. اليوم مقطعنا عن أغرب أشياء غريبة، يعني مثل ما تقولون أشياء يعني غريبة نوعا ما، يعني أدوات منزلية غريبة، أشياء يعني تفيدك أشياء ما تفيد، يعني أشياء ما أعرف. خلنا نشوف المقطع، ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. يلا بينا نبدأ نبلش بأول فيديو. يا الله.